يوجد أحد في اليهود في النصارى يعبد الله سبحانه وتعالى بالغناء بالرقص. عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالدعاء بالصلاة. عبادة مو خلديش تو الله عن خلديش توني لاما ثاني يا دعاء در ثاني بالصيام بالحج مارك أبرت حج درت يدوم عبادة. أما الرقص يا عديق ثاني حقيس وشاحة خلوا ألرا الغنى يا إيش الأخشيت حد نزم هذا لم يكن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا بيمر شريعة عند خلق دات هون ولا في شريعة حتى اليهود والنصارى. بلا على بيمر شريعة سونغة يا يهودي يا كريستيان شيء تخلوني